ميسيون هو مشروع قام بإنجازه شركة بولينا باستثمارات قيمتها 45 مليون دينار تونسي. المشروع هذا هو مشروع في مجال تكنولوجيا الاتصال، بالفرنسي هو اسمه ان داتا سنتر، بالعربية نجم نسميه مركز لاستقبال وتخزين المعلومات. دونك الهدف من إنجاز المشروع هذا في تونس هو توفير البنية التحتية اللازمة باش الشركات التونسية تنجم تطور في نوعية الخدمات اللي تقدم فيها للزبائن تاعها. دونك المشروع هذا يهدف لتطوير قطاع المعلومات في تونس. المشروع هذا هو مطابق لجميع المواصفات العالمية، دونك باش يسمح لنا إن شاء الله باش بالإضافة للمؤسسات التونسية باش تقدم خدمات للمؤسسات الدولية اللي هي بالعادة تطلب داتا سنتر متابقين للمواصفات العالمية. ثم خدمات مباشرة أنه إحنا نوفر الأرضية اللازمة للشركات اللي تحب تطور خدمات في قطاع المعلومات. إحنا الداتا سنتر هو البنية التحتية اللازمة باش نجم نطور خدمات في هذا القطاع في تونس. إحنا أول حاجة خدمنا على البنية التحتية، وهذا استثمار كبير باش نجم ننشر البنية التحتية هذه، ومن بعد قاعدين مع الشركاء نتاعنا التونسيين والأجانب قاعدين نطوروا في شركات اللي هي قادرة باش تقدم خدمات مختلفة في قطاع المعلومات وذات قدرة تشغيلية تكون عالية للإطارات التونسية في مجال المعلومات. اليوم العالمي للاتصالات، واليوم قاعد نشوف القطاع العام والقطاع الخاص قاعدين يعطيوا في دي كادو كبار المستقبل صغارنا. اليوم داتا سنتر هذايا اللي تشوفوا فيه ربما فماش منه برشا حتى في اوروبا، وهذايا اللي مش يخلي المستثمرين يتهناوا على المعلومات نتاعهم ويستثمر المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المعلومات، لكن بصفه عامه باش يوليوا يستغلوا الانفراستركتور هذه الحاجه له. واليوم زدنا عطينا كادو اخر للتوانسه كون عملنا البورتابيليتي نتاع النوامر. اش معناتها النومرو نتاع النومرو ويولي نتاعك مش نتاع المشغل. اش معناتها كي انت تحب تبدل من اريد الاورانج ولا تونيزي تيليكوم ولا العكس، بالعكس تنجم خاطر النومرو هذاك ولا نتاعك. هذه الحاجه الثانيه، وتوا مش نمشيو ندشنوا مشروع واحد اخر اللي هو مش يعطي الموبايل بايمنت اللي تولي تخلص بالتليفون حتى بعد بضعه اشهر، حتى الخضار تولي تنجم تخلصوا بالتليفون. مش برشا ناس ما عندهمش حسابات في البنوك يولي عندهم، يولي نجموا يتصرفوا وينجموا توصل لهم الفلوس، وهذاك تكافؤ الفرص وفك العزله هذايا اللي نحكيوا عليها وقاعد يتطبق على ارض الواقع.